على الريحه والطعم يخبط والله. ميني بوتيتوز سلقتهم جاهزات هسه، طعم النص هستعمل هاي التوابل اخذها من سوبر ستار او فورتينوس. اضيف التوابل مالت البطاطا، زيت زيتون وزيت نباتي شوي بس حتى لا يحترق زيت الزيتون، نخبطهم بهالشكل. شوية زبدة بالطاوة، نزل البطاطا مالتي حتى نشوحهم شوي. هذا الشكل هذا وسأخليهم بماء ونتركهم. ما أحكي لكم على الريحة والطعم يخبل. الشكل النهائي للبطاطا اللي سويناها اليوم، أتمنى تكون عجبتكم، جربوها. I promise you will love it. أتمنى عجبتكم ونشوفكم إن شاء الله بوصفات ثانية.